بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. احبائي المشاهدين والمتابعين لنا عبر قناه سيسات، نتحدث معا اليوم عن كتاب مهم جدا في العباده الكنسيه الارثوذكسيه القبطيه، كتاب الاجبيه. جميعنا نعلم أن هذا الكتاب كتاب ليتورجي، يعني كتاب للعبادة العامة، وهو كتاب قانوني قد قننته الكنيسة. واسم إجبية يعني معناه أنه كتاب صلوات السواعي اليومية. في عبادة الكنيسة هناك أزمنة ليتورجية، بنقسم السنة وفقا لمواسم ومناسبات السنة، وبنسمي السنة كلها على بعضها سنة الرب المقبولة أو الزمن الليتورجي. هناك تقديس للزمان من خلال عبادة الكنيسة لكي نجعل من أوقاتنا، إذا كانت أوقات عدمية أو أوقات عبثية، نجعل منها أوقات هادفة لمجد ربنا القدوس من أجل تقديس النفس. الزمن الليتورجي في الكنيسة هناك زمن سنوي، المناسبات والأعياد والصيامات، وهناك زمن ليتورجي شهري. جميعنا نعلم أننا نعيد في يوم 12 ويوم 21 بتذكارات العذراء أم ربنا القدوس وتذكار رئيس الملائكة ميخايل، وأيضا في 29 تذكار شهري في كل شهر قبطي لتذكار أعياد الميلاد والبشارة والقيامة. أيضا هناك تذكارات أسبوعية، أن في كل يوم يوجد بانوراما وكتالوج لسمكسار الكنيسة، وفي كل أحد نعيد لعيد قيامة السيد الرب الإله. فزمن شهري، زمن أسبوعي، زمن سنوي، أيضا زمن يومي، أننا نقدس الساعات من خلال عبادة جماعية مقننة في الكنيسة سلمتها لنا الكنيسة كعبادة يومية. الإجبية كتابنا اليومي لكي يتقدس اليوم وتتقدس كل ساعة، وتبقى يعني زي ساعات الدوام كده في الشغل أو في الأعمال. فساعة الدوام نحن مداومين على الوجود تحت مظلة ربنا القدوس، والوقت الفاني والعدمي كتاب الإجبية يحوله إلى وقت إيجابي وأبدي ووقت مفيد لبناء النفس. كتاب الإجبية الكنيسة وضعته لكي يكون كتالوج لتقديس الوقت، ولكي يكون كتالوج لتقديس الحواس والنفس البشرية. نفتدي به الوقت ونجعل الأوقات التي نعيشها في هذا الزمان ممتدة مع الأبدية. كتاب جميل جدا وقد وضعه آباء الكنيسة. أنا لا أقدم دراسة لست بصدد الآن أن نقدم دراسة عن تاريخية كتاب الليتورجية والأزمنة والتطور، ومن الذي وضع المقدمات والمزامير والأناجيل والقطع والتحاليل، لأن هذه مسألة تحتاج منا إلى وقت طويل وإلى مزيد من التخصص. لكن أحب أن أشير للمشاهدين أن كتاب الإجبية كتاب طقس حياة، يجعل من حياتنا مطقسة ويجعل من حياتنا مقدسة من خلال العبادة الجماعية التي وضعتها الكنيسة. وهذا الكتاب قد تم اختباره، والذين صلوا به والذين استخدموه قد صاروا قديسين، فهو مصنع للقديسين وتراث روحي ثمين ينفذ إلى الحواس البشرية. الكنيسة جعلت الكتاب الإجبية قانون يعني مسطرة، فالقانون الروحي الملزم لكل قبطي أن يتزين بعبادة الكنيسة ويضع على فمه الكلمات التي سبق وتذوقها الآباء وعاشوها، وقد جعلت منهم آباء وصنعوا كقديسين وكمسيحيين. لك النهار يا الله ولك الليل أيضا يا الله، زي ما بيقول داوود النبي في المزمور 73 العدد 16. فهذا الكتاب يقدس الزمان ويقدس الوقت حسب لاهوت الوقت ولاهوت الزمن الذي حكى فيه واهتم بالكتابة فيه الآباء القديسين مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. 7 مرات نسبح الله على أحكام عدله، وفي كل ساعة نبدأ الصلاة بصلاة وتسبحة الساعة كذا من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا إلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. في كل السواعي نحن نسبح ونستخدم الصلوات التي فاه بها الأنبياء الذين كتبوا السفر المزامير ومزامير داوود، وكأننا نعزف في تهليل وهتاف وترنم وثقة وتسبيح وفرح ورحمة وشكر وطلبات واسترحامات ومراسي وتوسلات لاسم ربنا القدوس، نمجده ونسبحه ونعظمه ونتضرع إليه ونطلب منه بالهتاف والصراخ واللجاجة الرحمة والفرح والحوار مع الديالوج مع ربنا. في صلاة الأجبية وفي صلوات السواعي الكنيسة والمسيح يتناغيان ويتحاوران ويتناجيان مع بعضهم البعض، فالجسد يخاطب الرأس والرأس يجيب ويستجيب للجسد مع رعية وأهل بيت الله. حالة من التهليل والتناغم والمناجاة والحوار، وقد أنتج هذا الكتاب قديسي، وقد صنع هذا الكتاب قديسين بكل ما تحمل الكلمة من معاني. فمنذ القديم قد واظب الآباء ورؤساء الآباء والنساك ولباس الصليب والمؤمنين على إتقان العبادة بكتاب الأجبية الذي قننته الكنيسة. حينما نصلي بالأجبية هذه الصلوات تجعلنا مساوين للملائكة، أو تجعلنا نسبح مع الملائكة وتجعلنا كالقيام في السماء على الدوام. أوقاتنا قد تقدست بأزمنة حددتها الكنيسة نسبح فيها مع الملائكة قائلين، فصلوات الأجبية توحدنا معهم وتشركنا في شركة ميراث القديسين في العبادة والترديد والترنم والهتاف، وتصير صلواتنا مع بقية إخوتنا سواء في الزمن الحاضر أو في عبر الأجيال. فصلاتي أنا الضعيفة والمسكينة تجتمع مع صلوات إخوتي في هذه الساعة في كل العالم، مع كل صلوات كل المؤمنين في كل العالم، بلس أنها مضافة إلى صلوات الأجيال كلها منذ القديم، تجتمع كلها بمكبرات الصوت الأبدية لكي تكون مرفوعة أمام ربنا القدوس لكي يسمعها ويستجيب. هذه الصلوات هي ذبيحة ودواء للنفوس ومعونة وثمار للشفاء لذيذة للتقديس، ونحن نتمتع بهذا الزخم من خلال كتاب الكنيسة الأجبية، ونسبح به في كل ساعة من السواعي فننال دواء وشفاء للنفس، ونحصل على الحماية والقوة والثقة والفرح والطاقة الروحية عندما نقدم هذه الصلوات كمحرقات وذبيحة وثمار شفاه لذيذة يمتلئ فمنا بها فرحا وتهليلا. نستكمل معا في حلقة قادمة إن شاء ربنا وعشنا. يتبارك اسم ربنا القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كل آمين.